لكن في الحقيقة غير ذلك، كل هذه الأشياء اللي كانت اللي ورجيتكم إياها اللي هو تنصير الغربي على الشرق على الشرقي، هو أن المسلمين هم الذين يحمون المسيحيين. فلو كان جارك مسلم وراحت واحدة مسيحية وصرخت وقالت هناك في حرامي حرامي، مين حيجي يدب وينقذ هاي المسيحية؟ اللي هو المسلم، صح ولا لا؟ يقول فيكتور سحاب، هو واحد كاتب مسيحي لبناني في كتابه، يقول من يحمي المسيحيين العرب؟ هذا كتابه اسمه من يحمي المسيحيين العرب. يقول إن برميل نفط واحد يعدل أو يعادل في حساب الغربيين الذين يدعون حماية مسيحيي الشرق 10 من المسيحيين أو يزيد. بالنسبة لهم مسيحيين ولا إشي، مسيحيين الشرق هم جايين فقط لمصالحهم الشخصية. ما هي مصالحهم الشخصية؟ أن يجعلوا الشرقيين تفكيرهم يوالي التفكير الغربي السياسي، حتى في النهاية يحققوا مصالحهم المادية والسياسية ومصالحهم الدينية أيضا. انظر إلى هذه الصور، انظر من المسلمين الذين يحمون الكنائس في أي في أوقات الشدة، أوقات الابتلاءات. المسلمون هم الذين يحمون. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، تكلم عن المسيحيين العرب، أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. سبحان الله. تبروهم، كيف الواحد ببر أهله؟ بيكون كويس معاهم، بيحترمهم، بحبهم. نحن نبرهم، نبر المسيحيين ونحبهم ونحترمهم، ولكن لا نتفق مع عقيدتهم، زي ما هم كمان لا يتفقون مع عقيدتنا كمسلمين.